حياكم الله سادتي الكرام إلى موجز أخبار مؤسسة الشهداء. مدير عام دائرة شهداء الحشد الشعبي طارق المندلاوي يستقبل عضو مجلس النواب سوزان منصور، وتم خلال اللقاء التأكيد على تقديم أفضل الخدمات لذوي الشهداء. المندلاوي دعا إلى ضرورة دعم مجلس النواب للمؤسسة من أجل تنفيذ التزاماتها. من جانبها أثنت عضو مجلس النواب على الجهود المبذولة من قبل دائرة شهداء الحشد لما تقدمه من خدمات وتعويضات. مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية ضياء كريم يستقبل كلا من عضو لجنة الخدمات البرلمانية سروة محمد وعضو لجنة الشهداء شروق، حيث تم مناقشة ملف فتح المقابر الجماعية في محافظة السماوة والتي تخص ضحايا النظام البائد خلال عمليات الأنفال. الوفد الزائر أعرب عن استعداده التام لتقديم كامل الدعم لفريق العمل المشترك. مؤسسة الشهداء تحرز المراكز الأولى من بين الوزارات بتقييم الإنجازات والخدمات المقدمة للمواطنين والصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. مدير قسم شؤون المواطنين أكرم الساعدي قال إن المؤسسة تعمل على قدم وساق وتنفيذا لتوجيهات رئيسها بإنجاز متعلقات ذوي الشهداء وتسهيل الإجراءات بسرعة الممكنة، مضيفا أن المؤسسة تجاوزت الروتين. مدير مديرية شهداء الديوانية أميل جميل أمانة يوزع مبالغ مالية كإعانات صحية واجتماعية شملت ذوي الشهداء عن طريق اللجنة المشكلة في المديرية. وأكد أمانة أن اللجنة مستمرة بتوزيع الإعانات في وجبات لاحقة، مبينا أن تحديد العوائل المستحقة جاء بناء على زيارات ميدانية لتقييم الوضع المادي لتلك العوائل. قامت مديرية شهداء شمال البصرة بتوزيع الإعانات العلاجية على ذوي الشهداء وحسب التقارير الطبية المقدمة من ذوي الشهداء. مدير المديرية عباس الحجاج أكد الاستمرار بتوزيع الإعانات المالية والعلاجية على ذوي الشهداء وحسب الوجبات المرسلة من قسم الرعاية الاجتماعية في بغداد. سادتي الكرام، وبهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام أخبار مؤسسة الشهداء. ختاما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.